أنا اسمي أستاذ الدكتور صلاح مجدي حسن، أستاذ أمراض الدواجن في جامعة الموصل وجامعة القاسم الخضراء بالعراق، واختصاصي أمراض دواجن. حقيقة يعني زرت معرض هانوفر للثروة الحيوانية عام 2022، كان حقيقة معرض شامل لكل ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتطور النظري والعملي لصناعة الدواجن الحديثة، وخاصة ما يتعلق بالإضافات العلفية النيوتروكيوتيكل والتي تحد من استخدام المضادات الحياتية التي حاليا تعتبر مصدر خطر للمستهلك من لحوم وبيض للدواجن. شكراً.